بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم على الرينال ديزيز او الكاردينال سيمتومز اوف رينال ديزيز. هنا أنا هذا السلايد بالاوبجكتيفز اوف ذا ليكتشرز شنو راح يسولف عنه. هي راح تجينا بالتتابع، راح يجينا عن فيزيولوجيا اناتومي سيمتومز مال ابر مال لور يورينال تراك ديزيز، الساينز ممكن اللي نشوفها بالرينال ديزيز، وممكن بعض الديفينيشنز اللي هي راح تجينا مثل الهيماتوريا بولين بروتينيوريا وهكذا. تمام، فيزيولوجي اوف ذا كيدني، شنو الوظيفه مال الكيدني؟ ووتر اند الكترولايت بالانس، اسيد بيز بالانس، اكسكريشن اوف ويست برودكتس، تخلصنا من المواد الضاره، الاريثروبويتين برودكشن او اريثروبويتين هرمون اللي هو هرمون ينفرز من الكيدني، in response to cellular hypoxia يعني من يصير هايبوكسيا بالجسم. ماشي، هذا ينفرز اللي هو يساعد لنا او يسوي لنا stimulation للريد سيل ريد بلاد سيل برودكشن وين من البون مارو. زين، وعندنا الهيدروكسيليشن اوف 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول اللي هو ال 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول اللي يفرز الكبد. تمام، وبدورة الكدني هي ايش راح تسوي له؟ راح تسوي له هيدروكسيليشن، يصير لنا وراها بالفيزيولوجي كم جزء اخذتوها، راح يصير 1/25 هيدروكسيليز هيدروكسي كولي كالسيفيرول او فيتامين دي اللي هو الاكتيف فورم. هذا الانكتيف غير فعال يصير له اكتيفيشن بالكدني، فاذا وظيفه مهمه كلش. بلاد بريشر كنترول باي رينين انجيوتنسين سيستم، وكو سيستم بالكدني راح تاخذوا بعدين الرينين انجيوتنسين سيستم اللي هو يسوي لنا شنو؟ يسوي لنا كنترول للبلاد بريشر. زين، فانكشنال اناتومي للكدني، عندنا الادلت كيدني السايز مالتها من 11 الى 14 سنتيمتر، نلقاها وين؟ بال 3 لمبر فيرتبرا بادي، فيرتبرال بادي يعني بال المستوى الثالث للفقره القطنيه، تكون ريترو بيريتونيال ورا البيريتونيوم. الرايت كيدني نشوفها لور، خوش، لور ذان ليفت كيدني. ليش؟ لان فوقها شنو؟ اكو كبد، ماشي، فيدفعها لي جوا، فهي تكون لور. موف اب اند داون وذ ريسبيريشن، الانسان يتنفس، ماشي، تصعد وتنزل الكيدني، فد شي سلايت موفمنت. زين، 1 مليون نفرون in each kidney، بكل كلية عندنا شنو؟ نفرون، والنفرون هو أصغر وحدة وظيفية بالكلية. تمام، الكيدني receive 25% of cardiac output، الدم اللي يطلع من الهارت ربع للكيدني. تلاحظون ايش قد النسبة عالية، نسبة كلش كبيرة، لذلك الكيدني انجريز تكون كلش خطره. ليش؟ لان راح يصير بليدنج هوايه، يفقد المريض دم هوايه. ليش؟ لان هو بالدقيقه الواحده ياخذ شنو؟ ياخذ ربع الدم اللي طلع من الهارت. اذا احنا نعرف الدم بالجسم يقارب 5 لترات، يعني ايش قد؟ يعني اللتر وربع تنزف الكيدني، ماشي، او الكيدنيز، بوث كيدنيز تاخذ 25. تمام، فإذا صارت انجري بوحدة من الأدن يعني تقريبا بالدقيقة الوحدة احنا بدنا نخسر كمية كبيرة كلش كبيرة من البلط. زين، جلوميرولوس contain 3 main cell types، الجلوميرولوس اللي هي شنو؟ اللي موجودة اللي هي أول جزء من النفرون، جلوميرولوس الكبيبة. تمام، تحتوي على 3 أنواع من الخلايا اللي هي الإبيثيليال، ماشي، والإندوثيليال والميزنجيال سيلز. تمام، هنا الكاردينال سيمتومز اوف
kidney and urinary tract disease. طبعا هذا السلايد تمام الورا السلايد اللي هي disorder of urine volume راح نتكلم عنها قبل هذيك لان يعني بها هذه تعاريف بلكي من نسولف هناك تفهموها تمام. عندنا اول تعريف الانيوريا. الانيوريا اللي هو يعني there is no urine, ماكو يورين, no urine output caused by acute vascular occlusion يا اما الانسداد وعائي حاد يعني مدى يوصل للكلية دم فلذلك ماكو ادرار. هو يجي دم بالكلية ويطلع من عنده ادرار مو صحيح؟ يطلع لنا الكدني ادرار بما انه هو ماكو بلاد اصلا دا يوصل للكلية فشي اكيد ماكو يورين تمام. او total urinary tract obstruction تمام. التراكت هو مسدود هو مغلق تمام. هو اكو يورين لكن ماكو شنو ماكو اكو انسداد يمنع اليورين يطلع لي برا. زين اذا هاي الان انيوريا ماكو بول. اوليغويوريا يورين فوليوم less than 500 ml per 24 hour أو per a day. For example, with dehydration with acute renal failure. تمام؟ بالacute renal failure. تمام؟ شي يصير عندنا oliguria. قلة الإدرار أو قلة البول. يكون قليل كلش. المريض يتضرر شي بسيط كلش. إذا نجمع ماشي خلال اليوم كليته نلقى أنه هو متدرر أقل من 500 ميل تمام أو 500 سي سي. زين البوليوريا اللي هي عكس الأوليغويوريا. بوليوريا يعني كثرة الإدرار تمام يعني كمية إدرار كثيرة مو مثل الفريكوانسي. اكو فريكوانسي اللي هي شنو تكرار هواي يروح للتواليت لكن هو يتدرر شيء بسيط. لكن بوليوريا لا هو يروح للتواليت هواي وكل ادرار يتدرر كميه هواي. هذا فرق البوليوريا عن الفريكوانسي تمام. زين اليورين فوليوم راح نلقى مور ذان ايش قد 3 لترز بير داي أكثر من 3 لترات باليوم الواحد تمام يطلع عنده إدرار. زين وهذه وين نلقاها excessive fluid intake. واحد هو يشرب مية هواية أو بالأوزموتيك هايبرغلايسيميا. أوزموتيك تناضحي هايبرغلايكيميا أو غلايسيميا نفس الشيء إنه high blood high concentration of sugar in the blood تمام بالديابيتس ميليتس اللي هو الداء السكري او نشوفها بالكرينيال كرينيال دايابيتس انسيبيدس او يسموه سنترال دايابيتس انسيبيدس تمام اللي هو داء السكري الكاذب الكرينيال يعني اللي هو المشكله وين بالدماغ تمام او بالنيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس او نيفروجينيك اللي هو شنو الكلوي يعني مو الدماغي الكلوي. هذه شنو الفرق بين هذا وهذا الكرينيال دايابيتس انسيبيدس هي المشكله انه البيتوتري جلاند الغده النخاميه الموجوده بالدماغ ما تفرز الاي دي اتش اللي انتي دايوريتيك هرمون هرمون ضد شنو التدرير دايوريتيك يعني مدرر انتي دايوريتيك هرمون هذه مدى تفرزه. فبما انه هو شنو وظيفته هذا الـ ADH هو هذا يتفرز الغده النخاميه ماشي من ايش يسوي لنا يعيد لنا يسوي لنا water and salt retention يرجع الماء والاملاح للجسم او للكليه تمام. هذا وين يشتغل يشتغل بالكليه تمام. زين اذا ماكو قله بهذا الهرمون ايش راح يصير لنا انه راح يضرر المريض هواي تمام. ليش لما عنده هذا الهرمون اللي يرجع لنا المي والسولت تمام. النيفروجينيك دايابيتيك انسيبيدس
هو شنو موجود ال ADH موجود هو من البيتوتاري ده تفرزه، لكن شنو الريسبتورات ماشي اللي موجودة بالكدني مدى تشتغل ان ريسبونس تمام. فالمحصلة هي نفس الشيء اثنيناتهم يعني هو مدى يشتغل، فيصير عند المريض شنو إدرار هواية وهذا يكون جينيتيك تمام. بينما الكرينال دايابيتس ممكن جينيتيك وممكن تروما وممكن other disease. زين أسباب ثانية drugs and toxin. drugs and toxin يعني أدوية ممكن مثل المدررات أو توكسين سموم ماشي تسبب لنا هذا الشيء. مثال عندنا الليثيوم. الليثيوم هو فلز من الفلزات الموجودة بالكيمياء تمام، كانوا يستخدموا قبل لبعض الأمراض اللي هي نسميها هانتينغتون كوريا، و يعني استخدامه قليل هسه. يعني هو يشتغل بال يعني بالمسلز وما مسل نيرف ومسل هيك سوالف. دايوريتيك اللي هو المدرر اكيد كلكم سامعين مثلا مثل اللازكس مدرر هو تمام. هايبر كالسيميا زياده الكالسيوم بالدم تسوي لنا هم ادرار. انترستيشيال رينال ديزيز والامراض الكلويه البينيه يعني مال الانترستيشن. زين الهيماتوريا. الهيماتوريا اللي هي bleeding from the renal system او from kidney or urinary tract تمام. الكوزز يا اما clotting disorder اكو مشكله بال يعني دم بالدم يعني مال تخثر وما تخثر، او renal cyst كيس بالكدني بالكليه تمام. تيومرز اورام. فاسكولار مالفورميشن ارتري جاي مربوط على فين تمام. مالفورميشن جلوميرولار ديزيز امراض الكبيبه مال الكليه. انترستيشال رينال ديزيز. ستونز حصوه الكليه تمام. يو تي اي يورينري تراكت انفكشن. يورينري تراكت انفكشن التهاب المسالك البوليه. اند تروما. تروما اللي هي شدة خارجية. كل هذه ممكن تسوي لنا هيماتوريا. زين نرجع على السلايد القبلة اللي هو اللي نسميه كاردينال سيمتومز. اوكي كاردينال سيمتومز اوف كيدني اند يورينري تراكت ديزيز. زين عندنا لسهولة يعني أو هي تقسم السيمتومز يا أما لور. يعني إحنا من يجينا المريض يقول عندي فلان شيء عندي فلان شيء نفكر إنه هذا لور urinary tract infection أو لور urinary tract disease. وإذا قال لنا بعض الأعراض إحنا راح نعوزها أو نفسرها إنه هذه بالأبر urinary tract. زين باللور urinary tract يجينا المريض إذا كان عنده infection يجينا ديسيوريا يعني حرقة بالإدرار، فريكوانسي تكرار بالإدرار يروح هواية يتكرر لكن البول قليل، عكس ما مثل ما قلنا البوليوريا يروح هواية بس الإدرار هم هواية تمام. ايرجنسي. ايرجنسي الحاح يعني مني يعني هو قاعد مني يشعر انه يريد يتدرر لازم رأسا يروح يتدرر، اكو ايرجنسي الحاح بالموضوع تمام، او عجلة لازم يتدرر بسرعة خوش. هذه sign of infection. أو إذا كان عنده bladder outlet outflow obstruction انسداد بال يعني ما بعد المثانة شي يكون عنده impaired urine flow الفلو مالت ضعيف hesitancy والhesitancy يعني هو تردد. بس الhesitancy التعريف مالتها هي difficulty in initiation of micturition يعني الهيزيتنسي هو يروح يقعد على التواليت يريد يتدرر لكن يلاقي صعوبة بالانيشيشن ببداية الإدرار. يعني هو يريد يتدرر بس أكو صعوبة إلا فترة يلا يصير عنده يورين تمام. هيزيتنسي دريبلينج أوف يورين تقطير. يعني التقطير هذا شنو بعد ما يتدرر ويكمل ويقوم
ماشي من يقوم يصير عنده دريبلينج، او مو شرط الا يقوم، ممكن نوبات بعد ما يكمل الادرار تظل تنقيط قطرات تطلع من عنده. incomplete of emptying of bladder يعني ما يقدر يفرغ المثانه بصوره صحيحه او بصوره كامله. زين، هذه بالبلادر، مشاكل بالبلادر او بلادر اوت فلو اوبستراكشن. سفنكتر اور بلادر وول ديسفانكشن، هنا عندنا مشكله بالسفنكتر العاصره مال المثانه او بالوول، بالجدار مال المثانه، وهذه نلاحظها بالبروستاتيك يوريثرال اوبستراكشن يورينري ريتينشن وانكونتيننس وانيوريسيس. يعني نشوف بالبروستاتيك يوريثرال اوبستراكشن نشوفها انسداد بالجزء البروستاتيك، يعني اليوريثرا بيها اقسام، تمام، واحدة من عندهن بارتات، واحدة من عندهن البروستاتيك اللي تدخل ضمن البروستيت، ماشي. يورينري ريتينشن يصير عندهم احتصار بول، ماشي. انكونتيننس وانيوريسيس، انكونتيننس سلس يعني ما يسيطر على الادرار مالته، يعني اللعظة هو وقاعد او هو ودا يمشي ينزل ادرار من عنده، انكونتيننس. الانيوريسيس سلس بول، لكن هو يعني خلينا نقول اللي غالبا نشوفه مثلا من ينام، من ينام يصير عنده انيوريسيس، عدم السيطرة على الادرار بالنوم. ووحدة من عندهن نسميها نكتشورنال انيوريسيس، نكتشورنال انيوريسيس نشوفها عند الاطفال هواية، ماشي، سلس البول الليلي، تمام، الطفل يتدرر على نفسه ما يقدر يسيطر على نفسه، تمام. زين، اذا هذه كليتها هذه العلامات شنو هي مال اللور يورينري تراكت انفكشن. يعني اي مريض يجينا يقول مثلا عندي يعني فريكوانسي او عندي ايرجنسي او عندي هيزيتنسي او دربلينج، احنا كليتنا نخلي ببالنا انه المشكله وين؟ باللور يورينري تراكت بارت. لكن اذا جانا المريض بالاعراض الثانيه اللي هي راح نتكلم عليها، لازم نتصور انه المرض هو بالابر يورينري تراكت. مثل يجينا لوين بين، لوين بين اند تندرنس، لوين بين اند تندرنس، هذه تمام. لوين بين اند تندرنس يعني شنو؟ يجينا الم بالخاصره، ماشي، وايلام يعني من نضغطه او نضرب، يعني احنا ضربه خفيفه، اكو مكان بالظهر نسميها الكوستو فيرتبرال انجل، كوستو vertebral angle. احنا اذا تخيلنا هذا العمود الفقري، ماشي، هذا العمود الفقري، ماشي، واحنا من هنا اذا تذكرون هاي الاضلاع تطلع هيج وهيج وهيج وهيج، اخر ضلعين او اخر ضلع، ماشي، راح يصير هنا شنو؟ زاويه، هذه زاويه بين الكوستو يعني الرب الضلع، ماشي، كوستو vertebral angle بهاي المكان. إذا ضربنا ضربة خفيفة هيك مثل الجمع، جمعات بسيطة على الظهر، المريض شنو راح يقول؟ وجعتني، أو راح يقول يصيح، تمام. هذا التندرنس، ماشي، وهذه مكان شنو؟ مكان الكلية، هي بالذات هي مكان الكلية قاعدة هناك. هذه نشوف شنو يعني من أكو لوين بين وتندرنس. شو نفكر بيا أمراض؟ بايلونيفرايتس التهاب حوض الكلية، غلوميرولو نيفرايتس التهاب كبيبة الكلية، رينال انفاكشن احتشاء الكلية، او الهايدرو نيفروسيز، او الهايدرو نيفروسيز، هايدرو مي، نيفروسيز يعني الكدني توسعت وتضخمت، او يسموها توسع الكلية، نوبات يسموها بالعامية، تمام، توسعت، هايدرو نيفروسيز، خوش، واللي هي مرحلة ما قبل شنو؟ رينال فيلير، يعني اول شيء تتوسع بلكي تحاول تسيطر على الوضع، ماشي، وراها توصل مرحله الى الفيلير، تعجز تفشل. زين، بعد عندنا شنو؟ رينال اور يوريتريك كوليك، كوليك يعني شنو؟ ليات، ليات قويه، الم كوليكي يعني التواء، يعني شلون مغصات، مغص، تمام، مغص كلوي او مغص حالبي. وهذا وين نشوفها؟ نشوفها بالأكيوت obstruction of renal pelvis and ureter by calculus or blood clot، ماشي، واحد كلية مالته تكون حصو
ماشي نزلت الحصوة بالحوض مال الكلية من الحوض مال الكلية على الحالب اكو في منطقة تضيق ماشي نسميه يوريترو-بلفيك جانكشن يوريترو-بلفيك جانكشن ماشي هذا التضيق قعدت بيه الستونة يعني الحصواية او بلاد كلوت او كتلة يعني خضرة دموية ماشي فهاي سوت لنا شنو اكيوت اوبستراكشن انسداد حاد فسوي لنا شنو وجع كوليكي للمعلومة احنا اي هولو اورجان اي هولو اورجان يعني اي عضو مجوف مثل الحالب مثل الانتستين ماشي خوش يعني الامعاء تمام من يصير له اوبستراكشن شي يصير عند المريض يصير عنده كوليكي بين كوليكي بين تمام زين abnormal urine volume يعني المريض ما دي يطلع ادرار بصوره صحيحه الفوليوم مالته الحجم كميه الادرار قليله او زياده فمثل يجينا انيوريا وشرحناها او اوليجيوريا وهاي نشوفها occur in acute renal failure بالacute renal failure او باليورينري تراكت اوبستراكشن واحنا شرحناها قبلها بوليوريا اور ناكتوريا بوليوريا كثرة الادرار وكميته ناكتوريا ادرار ليلي عادة المريض بالليل ما يقعد اكثر من مرتين للتواليت من الصير فوق المرتين فهذا ناكتوريا يعني عنده ادرار ليلي ماشي فهذا شيء يدلنا failure of the kidney to concentrate urine ماشي ماذا تقدر يعني تسوي concentration تركيز يعني للبول وهذا نشوفه بالدايابيتس انسيبيدس داء السكري الكاذب او كرونيك رينال فيلير او عجز كلية مزمن تمام زين يوريميا اللي هي شنو تسمم الدم باليوريا تمام تعجز الكلية على طرح اليوريا بالبول فشي يصير المريض يوريميا او نسميه يوريميك تمام زين disease of the testis and epididymis امراض الخصية والبربخ هذه غالبا شرح نلقاها local swelling انتفاخ موضعي يعني بالجينيتاليا pain يكون هو يشعر بين او tenderness بالexamination احنا من نسوي له examination ماشي بالpalpation يصير عنده شنو tenderness وهذا اكو امثله هوايه مثل الاوركايتس التهاب الخصيه او testicular torsion او الالتواء الخصيه تمام زين the causes of red or dark urine مريض يجيك يقول لك يعني الادرار مالتي غامق او احمر او داكن او اصفر طوخ شنو اللي مفكر بي يا اما المريض هو عنده هيماتوريا blood in the urine or hemoglobinuria الهيموغلوبين عالي باليورين او مايوغلوبينيوريا مايوغلوبين يعني المايوغلوبين اللي موجود بالعضله وهذا نشوفه بالرابدومايولايسيس اكو مرض رابدومايولايسيس تحلل العضلات او نشوفه بالفود دايز صبغات غذائيه مثل البيت روت اللي هو الشوندر هذا الشوندر الاحمر تمام اللي ناكله تمام يصبغ لنا الادرار يصير احمر او دراجز ادويه مثل الفينول فيثيلين او السينا هذنا اثنيناتن هاي اثنيناتن الفينول فيثيلين والسينا هذنا ادويه تستخدم للباول بريبريشن واحد يريدون يسوي له عمليه بالركتم او مثلا عمليه بروست شو اسمه بواسير او هيك شيء يسوون باول بريبريشن يفرغون الباول من الستول فشنو ينطو هاي المواد فهذه المواد ممكن تصبغ لنا اليورين تمام ريفامبسين اللي هو الدواء المستخدم للعلاج السل الرئوي تمام انتيبايوتيك ليفودوبا العلاج المستخدم بالباركنسون ديزيز ماشي هذا الاثنينات ممكن هم يصبغ لنا الادرار او يخلي لنا ريد اور دارك يورين تمام بورفيريا
والالكابتوريا. هذول اثنيناتهم امراض جينيتيك ماشي، ينفرز يطلع البورفرين عالي باليورين فيخلي لونه طوخ، اور الكابتون يطلع باليورين ويسوي لنا هذا الشيء، يعني من الامراض الانكومون. زين، بروتين يوريا اللي هو ظهور البروتين او الالبومين باليورين، تمام؟ نورمالي less than 30 ملي جرام per 24 hour albumin is lost in urine، يعني هذا الطبيعي اقل من 30، تمام؟ عندنا ماكرو البومين يوريا او البومين يوريا، تمام؟ او المايكرو البومين يوريا. المايكرو اللي هي تكون اقل من الماكرو، واللي هو يكون من 30 الى 300 ملي جرام per 24 hour، occurs in diabetes mellitus، داء السكري نشوفها، associated with risk of atherosclerosis. هذه من نشوفها يعني المريض مصاحب بخطورة عالية بالإصابة بالتصلب الشرايين، والتصلب الشرايين هو مرض انه يجمع الكوليسترول بالانتما مال blood vessels ويسوي لنا مشاكل، تمام؟ الالبومين يوريا، الالبومين يوريا من يكون الالبومين يوريا اللي من يكون الالبومين more than 3.5 جرام per 24 hour، وهذا indicate النيفروتيك سيندروم، المتلازمة الكلوية، تمام؟ minor albumin urea occur in الماينر أو المايكرو، وين نشوفه؟ بالفيجرس اكسرسايز، واحد يلعب رياضة قوية يتدرب ماشي، فيطلع الالبومين باليورين ماشي. بالفيفر، واحد عنده كانت سخونة عالية كلش، فالالبومين اوكي نشوفه عنده ماشي. بالهارت فيلير، تمام؟ بالهارت فيلير عجز القلب نشوف البومين وياه. زين، عندنا الاورثو ستاتيك بروتين يوريا. الاورثو ستاتيك بروتين يوريا اوكير ديورينج ذا داي ماشي اند بيناين. شنو الاورثو ستاتيك بروتين يوريا؟ احنا اذا ناخذ اليورين الانسان واقف ستاندينج بوزيشن، تمام، يكون اعلى من شنو؟ اعلى من الانسان بالسوباين بوزيشن، تمام؟ وهذا نورمال، يعني موجود هو نورمال، او يعني خلال اليوم، لان الانسان يعني بالنهار يشتغل وهذا، تمام؟ فالالبومين اللي هو موجود بالعضلات وهذا يطلع لنا اعلى، وهذه بيناين يعني ما تخوفنا، تمام؟ البنس جونز بروتينيوريا، بنس جونز بروتينيوريا هذه due to clone of B lymphocytes and plasma cells secrete immunoglobulin light chain detected بال IEPH occur in amyloidosis and multiple myeloma أو myeloma، تمام؟ هذا شنو؟ أكو بروتين، نوعية من البروتين، خاصة الأطباء يعني من يدز الإدرار يقول له أريد هذا البروتين، إذا شاك بالمريض عنده amyloidosis اللي هو مرض ترسب الأمايلويد بالجسم بكل مكان بالجسم، أو مرض المالتيبل مايلوما أو المالتيبل مايلوما اللي هو يسمى بالعامية سرطان الخلايا البلازمية أو سرطان الدم، أهم يعني تسميات هواية، بس هو التسمية الصحيحة والعلمية هو سرطان خلايا البلازمية اللي هو كارسينوما أوف بلازما سيل اللي هي اللي تكون لنا الأنتيباديز بالجسم، تمام؟ زين، clinical examination، احنا بالexamination شي نشوف للمرضى اللي عندهم renal disease. بالobservation يعني بالملاحظة، يعني by inspection بالشوف شي نشوف المريض. in chronic renal failure، مريض اللي يعاني من chronic renal failure عجز كلوي مزمن، نشوفه tiredness، تعبان، respiratory rate and depth ماشي، نلاحظ عنده تاكيبنيا ماشي، وهايبر فنتليشن يجر نفسه هواية، وهذا دليل على الأسيدوسز ماشي. بالر يعني شحوب، ليش؟ لأن أبو الكرونيك رينال فيلير راح يصير أنيميا، ف
فقر دم عنده. يلو كومبلكشن او يلو سكن يعني بشره صفراء، تمام. بروزنج يعني يصير عنده كدمات، تطلع عنده كدمات بجسمه بسهوله. اكسكوريشن اوف بروريتس علامات نشوف حك بجسمه الابو اليوريم، او يسميها هاي اليوريميك بروريتس او رينال بروريتس، الحكه الكلويه. ليش؟ لان توكسين هي الكليه تخلص الجسم من التوكسين، فبما انه ما تخلصها من التوكسين او اليوريا ماشي بصوره صحيحه، فيصير ترسبات بالجسم بالجلد ماشي، فيقوم يحك المريض، تمام. سكن ترجر ان فلويد ديبليشن، نشوف انتفاخ عنده تورم بجسمه يعني، وهو اصلا عنده فلويد ديبليشن، تمام. يعني هو اصلا عنده استنفاذ السوائل، يعني شلون جفاف وبنفس الوقت هو ده يتورم، تمام. فهذه يعني بالملاحظه نشوفها بعيننا زين. اذا نجي نفحص بارت بارت الهاندز، شنو نستفاد من الايد؟ نشوف براون لاين بيجمنتيشن موجوده بال بالنيل بالاظافر، او نسميها هاف ان هاف نيل ماشي. البلاد بريشر نشوفه عالي مثلا، خوش. الجيجولار فينوس بريشر نشوفه عالي، تمام، لان ممكن هذا الرينال فيلير راح يؤدينا الى هارت فيلير ماشي. باللانج بالفندوسكوبي، يعني فندوسكوبي يعني السماعة مع الطبيب، بالفندوسكوبي لانج شو نشوف؟ كريبيتيشن ان فلويد اوفرلود. كريبيتيشن هي طرقعة ماشي، طرقعة سوائل يعني، خوش. كريبيتيشن يعني هي يعني خلينا نقول الترجمة الصحيحة مالتها شلون طقطقت حرق الأغصان، الأغصان من تنحرق نسمع هيك بيها طرقعة، هذا نسمع بالسماعة. ليش؟ لأن أكو فلويد ماشي سواء الجوا بالرئة ماشي ويا الانسبيريشن ويا الاكسبيريشن الطرقع، تمام. شون ما مثلا الهواء اللي طاب بالنرجيلة يطلع طرقعة، بس مو مثل الصوت هذا، ما نسمع مثل هذا، تمام زين. بالهارت شو نشوف؟ added sounds in fluid overload، تمام. احنا بالهارت من نحط السماعة نسمع S1 و S2، تمام، هاي راح تاخذوها بعدين. ممكن راح نسمع S3، خوش، اللي هو added sound، صوت اضافي ما موجود نورمالي، تمام. فهذا يدلنا على شنو؟ انه heart failure ممكن، تمام. بريكارديال فراكشن راب نسمع شنو؟ احتكاك، صوت احتكاك مال البريكارديوم يحك بالهذا، تمام، وهذا نشوفه بالكرونيك رينال فيلير زين. بالابدومن شنو نشوف؟ بالابدومن باي مانوال كيدني بالبيشن، يعني نحس الكليه ماشي، او ترانسبلانتد كيدني. ترانسبلانتد كيدني هذا المريض اللي صار رينال فيلير، نقلوا له كليه ماشي، زرعوا له كليه، فالكليه من يزرعوها ما يزرعوها بالمكان مالتها النورمال، يزرعوها جوا بالحوض، فماشي. بالاكزامينيشن احنا من نفحص نسوي بالبيشن للابدومن ماشي، راح نحس الترانسبلانتد كيدني، ممكن نلقفها بهذا الشيء. بلادر ديستنشن، البلادر الضخمه منفوخه متوسعه. ارتيريال بروي، ارتيريال بروي يعني شنو؟ من نسمع شنو؟ لغط بالسماعه، من نحط السماعه على مكان الكيدني او هذا نسمع بروي ارتيريال بروي، تمام، اللي هو خرير الماء. بروي يعني خرير الماء، صوت مال خرخرة ماشي، او المرمر راح تاخذه بالهارت، تمام. انسبكت ميل جينيتاليا، لازم نباوع على الجينيتاليا، محاشم المريض لازم نباوع عليها ماشي، ممكن تدلنا على فد شيء. ريكتال اكزامينيشن، الفحص الشرجي، تمام، وهذا نستفاد من عند بالبروستيت، تمام. واحد يقول انه ريكتال اكزامينيشن يعني examination of GIT او الدايجستيف سيستم، لا، احنا بلكي نوصل على البروستيت نوصلها من شنو؟ من الركتم، تمام، بالركتال examination. يعني مثلا هسه يقول لك البروستيت لقيناها سموذ
and regular، يعني من نتحسسها بأصبعنا نشوفها smooth ملساء وregular ما بيها تعرجات وهذا، وهذا نلاحظة بكبار السن بالمرض ال BPH، BPH اللي هو شنو benign prostatic hypertrophy، تضخم البروستات الحميد، تمام؟ بينما إذا لقيناها شنو irregular enlarged hard irregular، تمام؟ enlarged كبيرة متضخمة، hard متصلبة، و irregular غير منتظمة، فهذا نخاف من عدها ليش؟ لأن ممكن كانسر، تمام؟ زين. sacral and ankle edema، sacral and ankle edema، تورم وين نشوفه؟ نشوفه بالقدم أو بالساكرم يعني بأسفل الظهر، تمام؟ بالمريض اللي نايم، المريض اللي ماشي نشوفها with gravity، يعني السوائل تنزل with gravity ويا الجاذبية ماشي الأرضية، فنشوفها بالرجل بالقدم، تمام؟ بينما المريض دائما سوباين، مريض هو يعني مزامن الفراش، تمام؟ فوين نشوف الجرافيتي وين راح تسحب؟ بالساكرم بأسفل الظهر، تمام؟ فنشوفها ساكرال إديمة، ما نشوفها أنكل إديمة ممكن، تمام؟ وهذه نشوفها بالبيريفرال نيوروباثي من يصير اعتلال الأعصاب المحيطية، تمام؟ نتيجة اليوريميا أو نتيجة الرينال فيلير. اليورين إكزام، اليورين إكزام فحص الإدرار، شو راح نشوف به؟ ممكن نشوف بروتين ماشي، ممكن نشوف جلوميرولار بليدنج إن جلوميرولو نفرايتس، ونسميها RBC كاست، RBC كاست، تمام؟ ال RBC كاست، كاست يعني مثل الجبيرة أو مجموعة أو تكتل يأخذ شكل النفرون، تمام؟ هنا الدم كريات دم حمر تكسرن ماشي، بما إنه فوق إحنا النفرون هو جلوميرولاس هيك هاي متروسة هير ماشي، ويصعد بروكسيمال تيوب ولوب تيوب وراها ديستال تيوب، وهاي الجزء الأجزاء مال هذا، فبما إنه يتجمع هنا يأخذ شكل الأنبوب فيطلع لنا كاست هيك، يعني مثل التجمع الطولي الشكل، تمام؟ فهذا من نشوفه يعني شنو؟ يعني معناته شنو؟ البليدنج وين؟ بالجلوميرولاس فوق، تمام؟ مو مثل ما نشوف الـ RBC normal shape، يعني مثلا إذا المحلل شاف بالمجهر شاف RBC اعتيادية، يعني معناته هذا البليدنج جوا مو فوق، فبقت الكرية الحمراء محافظة على شكلها، بينما إذا الكرية فوق بالجلوميرولاس فأخذت شكل شنو؟ شكل التيوب، فأخذت شكل كاست ماشي، صارت هيك مثل الجبيرة الطويلة، تمام؟ اللي هي شنو؟ أو مثلا هذا قلنا بالأبر يورينري تراكت بليدنج، باللور يورينري تراكت بليدنج قلنا نشوف نورمال آر بي سي شيك، نورمال آر بي سي شيك، تمام؟ هايلين كاست، هايلين كاست is a normal finding، هايلين كاست هذا يعني نشوفها هذه طبيعية يعني بالإدرار ما تخوفنا، تمام؟ disease of the kidney and urinary tract are often clinically silent، غالبا الأمراض الكلوية تكون silent، diagnosis depend on biochemical testing and urine analysis، يعني مثلا نوبات المريض يجي ما يشكي ماشي ما عنده أعراض، بس من نسوي له general urine examination ماشي، نسوي له تحليل إدرار ماشي، نلاحظ أكو مشاكل عنده، فغالبا هو يكون clinically silent ماشي، والpresentation may be non-specific، يعني اللي يجينا بيها الأعراض اللي يجينا بيها مو ذات أهمية. زين، هنا هاي بهاي الصورة هاي الcommon symptoms، يعني مرابطها ويا الجسم بلكي تسهل عليكم، فتيق دائما يشكو من إرهاق فتيق ماشي، أمونيا smelling breathe ماشي، ريحة الحلق مالته بيها أمونيا، تمام؟ loss of appetite فاقد للشهية، تمام؟ foamy urine الإدرار مالته رغوي أو زبدي، تمام؟ difficulty urination or frequent urination، يعني ما صعوبة بالإدرار أو
كثرة بالإدرار وكيدني بين، ماشي، يشكي من كيدني بين. زين، زين، هنا أنا هاي الصورة نفس الحالة، ماشي، هم يعني بلكي سهلها علينا. يلو كومبلكشن اللي هو جلد مالته أصفر أو بالر نشوفه شاحب. جيجلر فينوس براشر نلقاه صاعد، وهذا نشوفه بالفلويد أوفرلود. كدني بعد ما تطرح سوائل فيصير شنو؟ تكتل بالسوائل داخل الجسم. نشوف عنده يا أما دول لومن سنترال فينوس كاثيتر، ماشي، اللي هي هاي مثل الكانيولا، جهاز يربطه جهاز مال غسل الكلية، تمام. يا أما نشوف هنا أنا تينكوف، اللي هو هذا تينكوف كاثيتر اللي هو للبريتونيال دياليسز، بينما هذا للهيمو دياليسز، يعني هذا الغسل الدموي وهذا الغسل بروتين البريتونيوم اللي يصير بالبريتونيوم، تمام. بيريكارديال فراكشن راب وسولفناها. نشوف عنده الارتيريو فينوس فيستولا، هاي فيستولا يعني هم يسووها الجراح يسويها يربط ارتري بفين، بلكي يسهل عملية شنو غسل ترانسبلانتد كيدني. شفناها هذه وين مكانها؟ هنا أنا قلنا، تمام، ليش؟ لأن الكيدني المزروعة ما تنزرع بالمكان الأصلي مالتها، تنزرع بالبلفس، تمام. بارادوكس بلسس بارادوكسس نشوف عندهم ضغط نسميه المفارق، مفارقة النبض، يعني السيستوليك بريشر يصير بدروب بالانسبيريشن، من ياخذ المريض انسبيريشن حيل، ماشي، يصير عنده دروب. خوش، براون لاين قلناها البيجمنتيشن اللي نشوفها بالنيلز، تمام. الاكسكوريشن اوف بروريتس نشوفها محكحك جلده ومقشط جلده من كثر الحكه اللي تصير عنده. بروزنج ايزلي، ماشي، كدمات بسهوله تطلع خاصه على القدم، ماشي، لان قريبه من عظم، تمام. بيريفرال نيوروباثي، بيريفرال نيوروباثي اللي قلنا اعتلال الاعصاب المحيطيه. شو نشوف المريض؟ ابسنس ريفلكسز، ماشي، هذا الانعكاس العصبي اللي بالمطرقه من نطرق على مكان العصب يصير ريفلكس، تتحرك الرجل او الايد لا اراديه، ماشي. هنا يفقدها المريض لان اكو اعتلال عصبي، مدى يصير يعني العصب مدى ينقل لعاز العصبي بصوره صحيحه. ريديوس سنسيشن، تقل الاحاسيس. باراستيزيا، خدر. ريستلس ليج اللي هو شنو؟ دائما يشكي من اوجاع برجله، يعني يقول انا بالليل اظل اروح بيها يمنى ويسرى، ماشي، الام يحس بيها. خوش، واخر شيء انه بالميتابوليك اسيدوسيس شو نشوف المريض؟ نشوفه انكريز ريسبيراتوري ريت اند ديبث. زين، هنا هذه كيس سيناريو، شو يقول؟ يقول 35 old man presented with 6 day history of dysuria، 6 ايام حرقه بالادرار. On examination his pulse was 72، نبض مالته، الضغط مالته 126 على 68 mm mercury. Jugular venous pressure was not elevated، ماشي، يعني الى حد الان كليته طبيعي، يعني النبض طبيعي، الضغط طبيعي، تمام. الجيجلر فينوس بريشر هم طبيعي، تمام. ان اوسكولتيشن اوف هارت اند لانجز واز ان ريماركابل، ما لاحظنا بيه فد شيء، يعني ما لقينا شيء ساوند واضحه لا باللانج ولا بالهارت. خوش، نو لوين بين، ما عنده وجع باللوين بين فوق. Which of the following is most appropriate initial investigation? Initial. الكلمة هنا أنا initial. هذه مهمة وهذه اللي دائما يعني خلينا نقول بالأسئلة يصيدون الطالب بيها. Initial. كلمة يعني كلمة واحدة بالسؤال تغير لنا الجواب. تمام؟ Initial. يعني بالبداية أول شيء نسوي. ما معقولة واحد يروح مثلا واحد جاي يقول لك عندي حرقة بالإدرار أروح رأسا أقول له أسوي له سونار، أسوي له مفراس، أسوي له رنين. ماشي، يعني سيمبل، ناخذ الامور سيمبل،
تمام. فاول اختيار ابدومينال الترا ساوند، لا دي دايمر، دي دايمر مال تخثر وخربطات الكلوتينج ديس اوردر وهذا لا ما يخدمنا بهذا الشيء. ايكو كارديوغرام نسوي له ايكو للقلب، تمام. واحد يقول لي عندي حرقه بالادرار، راسا اروح اسوي له ايكو؟ ما بديهيا ما مقبوله، حتى المريض ما راح يتقبلها. يوريناليسز تحليل البول، اي يورين صوديوم، لا الصوديوم نخليه، يعني اكو فد امراض قليله نروح ندور بها بالصوديوم، تمام. فاذا الجواب هو شنو؟ يورين اناليسز، يورين اناليسز يعني سوي له جنرال يورين اكزامينيشن اللي هو تحليل ادرار عام. ثانك يو.